Sadi grup ki. Tapi bukan betul tu. احنا جينا هنا اسوان بنعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا بنحضر الوركشوب لناس تيجي من القاهرة. انا بدرس في القاهرة من 2005، بس بقالي فترة بفكر ان انا ابدأ اخرج لمحافظات جديدة علشان الناس اللي هي بتتعلم التصوير دي تستخدم اللي اتعلمته في استكشاف مناطق جديدة ما راحوهاش. الحاجة التانية ان احنا طالما هنا احنا في اسوان اتفقنا مع كنوز نوبية، مؤسسة كنوز نوبية، ان احنا بيجهزونا او بيختارولنا كذا طفل من المكان، من الناس اللي عايشة في المنطقة، بحيث ان احنا بنعلمهم التصوير. احنا تقريبا هنبقى زي الباك باكرز. الفكره ان احنا بنروح اماكن غير ممهده تماما، حته عمرنا ما رحناها قبل كده. يعني حتى الناس اللي عايشين اللوكلز مش متعودين ان هم يستقبلوا سياح. مناطق اكتر لسه بكر جدا ما حدش اكتشفها. انت ازاي تقدر تنزل مكان وتبتدي تتعامل مع ناس لاول مره؟ ازاي تقدر تكوميونيكيت مع ناس انت مختلف تماما عنهم في ثقافتهم؟ دي مهمه جدا. مش مجرد التصوير انك انت بتروح تصور في وسط الناس، لا، انت بتبتدي تتعامل مع الناس اكتر، تتعلم من ثقافتهم، تضيف ليهم، بتبتدي تعلم اطفال منهم، بتبتدي توريهم حاجات جديده وهم يوروك حاجات جديده انت طبعا عمرك ما تشوفها ولا هتقدر تكتسبها طول ما انت في مكانك. هتبتدي تتحط في مواقف غريبه عليك، تبتدي بقى التصوير هو اللي بيبقى البوند اللي بينك وبين اللوكلز في المكان ده. ازاي هتقدر تكسب الناس، تبقى يعني وانت ماشي هم عايزينك لسه موجود، انت هم حاسين ان انت بتضيف ليهم، هم بيتفرجوا على ثقافه جديده اول مره تبقى عندهم، بيشوفوا حاجات اول مره توصل لهم. وفي نفس الوقت انت بتقدر تعلم الاطفال الصغيرين تصوير، فهو الموضوع ابعد من فكره التصوير، هو موضوع كالتشرال اكتر، تبادل ثقافي اكتر بين ثقافه. احنا لما جينا هنا ابتدينا نحس ان احنا اصلا مش في مصر، بنتعامل مع ناس بتتكلم لغه مختلفه، عندهم عادات مختلفه، عايشين في بيوت بشكلها مختلف عن البيوت اللي احنا متعودين عليها. فكان اكبر مشكله بتواجهنا مشكله الكوميونيكيشن، احنا ازاي نقدر نتعامل مع الناس دي. ابتدينا نتعلم بعض الكلمات اللطيفه اللي نقدر نخترق بيها او نبتدي نتعرف بيها على الناس عشان نقدر نخليهم هم يحققوا اهدافنا احنا كمان واحنا بنتعامل معاهم. اكسبيرينس يعني بيوند التصوير، اكسبيرينس مهمه جدا على المستوى الثقافي. احنا في الورك شوب ده بنعيش مع ناس حياتهم الحقيقيه، بنصورهم في حتات مختلفه جوه بيتهم وبره البيت،
فالسيتويشن بيتغير على طول وبعشوائيه، الاضاءه على طول بتتغير، فبيبقى معانا بورتبل لايتس. الحاجات دي لازم تبقى لايت ويت علشان بنشيلها على ظهرنا ونمشي بيها مسافات طويله، فلازم تبقى حاجه سهله ان احنا نتعامل معاها ونشيلها. I'm busy, my God, 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 I'm busy, my God,